الأزمة باقية وراح تظل تبقى الأزمة ما دام ماكو متابعة وراهم حقيقة. يعني قبل كان اكو وكلاء يروحون يستلمون من الوكيل غاز، هسه صارت بالدنابر، صارت بالعرباين، كل من جاي يبيع بكيفه، متعاملين مع ابو الوكيل، الوكيل ياخذ غير اذا انطوه مثلا حصه مثلا 200 قنينه على منطقه معينه، هذا ال 200 قنينه ترى ما تصل للمواطن غير 50 قنينه، اما ال 150 كله يبيعوه جوا العبايه، يبيعون ذاك ب 12، يبيعوه ب 13، يبيعوه ب 10، يبيعوه ب 8، من يشوفون اكو مراقبه عليهم؟ راسين يزدوا على 7 و8، اما من ساحه الوكيل مال الغاز قبل كان يجون ياخذون من الغاز مثل قبل خليه يرجعون، هسه وين غاز؟ الفقير ما قاعد يجي ياخذ، نحن هسه المحلات هنا لك علم وخلي يعرفون الحكومه المحليه حق المعرفه، الناس اللي ما عاد اضطرت تيجي تاخذ منك ومني على 1000 على 500 تتجمع حق قنينه غاز ما عادها. انا عندي اخذ ب 10 بس هذي ماكو ياخذ ب 10. شي انا بالنسبه لي يعني اول بعد اشتريت وحده ب 10. منطقه؟ بحي عدن. تسالوا البايع يقول لك والله هذا اشتري غالي، يعني يصير عن طريق ثلاث وكلاء اثنين يلا يصل للاخر واحد يلا يبيعه، يعني ياخذ واحد يروح من المعمل ياخذ بخمسه وبسته يرجع يبيعه غير واحد، غير واحد يطلع يبيع بالشارع، هكذا حيصير يعني حيستغلون الازمه. يعني اكو وسطاء تصير بين ساحه الغاز والبايع الاخر واحد اللي يصل، فيرجى الانتباه من هذه الشغله. عن ناخذ ب 7000 يوصلوا للبيت، واذا بالشارع انا اقول لك كلفك 500 دينار النقل ماله، بس النقل 500 دينار، يعني يوصلك اياه للبيت 7.5، هي بسبعه يوصلك اياها، 7.5 يوصلك اياه للبيت، واذا تاخذها من الشارع 7.5. غاز متوفر؟ متوفر ما شاء الله.